بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، اليوم غادي نشرح لكم إن شاء الله على برنامج إكس دي إم. هذا البرنامج هذا إخوة الكرام هو منافس، أو نقوله أفضل منافس لبرنامج الإنترنت داونلود مانجر. فإخوة الكرام، هذا هو كما تشاهدون، هذا هو الموقع الخاص بهذا البرنامج كما تشاهدون، اكستريم داونلود مانجر. هذه هي واجهة البرنامج الاخوة الكرام. ومع العلم اخوة الكرام، هذا البرنامج اكس دي ام هو افضل برنامج، عادي نقوله بمعنى الكلمة، أفضل برنامج تحميل، وأفضل من انترنت داونلود مانجر. إخوة الكرام، برنامج انترنت داونلود مانجر إلى شريتي فيه شي حاجة كتوصل حتى النص، وكتقدر كتبرونتا بوحدها وكتحبس. وهذا مشكلة إخوة الكرام. ولكن في هذا البرنامج هذا إن شاء الله تعالى، وخا يكون الملفات اللي تقال، الملفات اللي تشارجيهم يكونوا فريتين 5 جيجا، وغادي تشارجيهم تقدر توصل ساعة، ما تفوت ساعة غادي يتشارج معاك داك الملف اللي فيه 5 جيجا كاع. وهذا عن تجربة إخوة الكرام، وهذا هو البرنامج اللي أنا بحثت وجربته، فهو أفضل من الإنترنت داونلود مانجر. افضل من هذا البرنامج الشهير هذا. ما غادي تشوفوه دابا، هذه هي واجهة البرنامج انترنت داونلود مانجر الشهير، الذي في كل حاسوب تقدر تلقى هذا البرنامج انترنت داونلود مانجر. ولكن فيه العديد من المشاكل. اول المشاكل هو الا ما فعلتيش مزيان، كيبقى كل خطره كيعطيك رساله خصك تفعله، خاصك تفعلو، كل خطرة كيقولك خاصك دير تحديث هذا البرنامج هذا. هذه تاني مشكل. تالت مشكل، إذا كنتي تشارج شي ملف اللي هو مجهد، وكان عندك صبي بالانترنت ضعيف، غادي غير وصل للنص وغادي توقف. إلا بغيتي تعاود تشارجي هذاك الشي اللي داو تشارجيتي، غادي يقدر يوصل للنص يقولك تبقى تسنى حتى ما تدعي وما غاديش تشارجي معاه. ولكن دابا ان شاء الله تعالى غادي تهناو من هاد المشاكل، من هاد المشاكل كامله ديال الانترنت داونلود مانجر بهذا البرنامج هذا. ما كاين لا تفعيل لا والو، وخفيف هذاك البرنامج، خفيف هذا اللي غادي نشارجي لكم. كما كنقول لكم الخوت، هذا هو البرنامج، الرابط ديال التحميل غادي تلقاو في اسفل الفيديو ان شاء الله تعالى. كنهبطو، غادي نهبطو شويه هنا، غادي نلقاو داونلود هنايا، اولا كنجو ديريكت من هاد الخانة هادي، كنضغط على داونلود هنايا، داونلود كنهبط هنا هاد النافذة، هنا كنلقاو فيرسيون هنا، هنا فيرسيون، هنا هذا هو آخر إصدار، وكان إصدار قديم شوية هو هذا 7.2.8، ممكن تشوفو هو هذا، تابعو هذا، حنا غادي نشارجو هاد آخر فيرسيون هو هذا. هنا أنظمة التشغيل، إلا عندك الويندوز، هنا إلا عندك لينكس، هنا إلى عندك الماك تقدر تشارجي، هنا أدر الأنظمة أخرى وصافي، مهم شحال. حنا غادي نمشيو لويندوز هو اللي كنستعملو، غنضغطو على هاد الخيار هذا، صافي كضغط عليه، غادي كيبدا كيتشارجا بوحدو هناك كما كتشوفو. وغادي نتسنى إن شاء الله تو كان يكمل الشارج، وغادي نوريكم طريقة التثبيت ديالو. دابا رجعنا ليكم، كما كتشوفو ما كيكمل التحميل ديالو هو هذا. علاش كنضغطو؟ غادي نضغطو على، غنضغط عليه بحال هكا، صافي كتظهر لينا بحال هاد الواجهة هادي، ندير الرام، غادي نثبتو بطريقة عادية بحال أي برنامج كتثبتو. you
كما كتشوفوا هذه ايقونه البرنامج. دابا غادي تفتح معنا الراسو، كما كتشوفوا هو هذا. هو اخوة الكرام حاجه واحده باش يخدم معك هذا البرنامج مزيان، كما كتشوفوا دروك احنا ما تحمل معنا شنو عطانا هنا، كما كتشوفوا عطاونا هنا واحد الاضافه ضروري خصك كتضيفها من السوق تاع ديال جوجل، اضافه خاصه هنا كتضيفها من كتضيفها لموزيلا فايرفوكس، وهنا اضافه كتضيفها لجوجل كروم، وهنا الاوبرا، وهنا الكروميوم. كما كتشوفوا هنا مع المتصفحات اخرى شحال تاع المتصفحات اللي كيدعم. حنا بطبيعة الحال عندنا جوجل كروم، يعني واحد الاضافه غادي نضيفوها لجوجل كروم باش تولي اي موقع تحكي ليه اليوتيوب اي حاجه بتشاريها مباشره غادي يبدا مع الضغط على شي حاجه ديال التحميل غادي تفتح مع هاد ديك الواجهه ديال التحميل. هنا دابا غنضغطو على انستال. نعم اخوت كيف ما كتشوفوا ملي كنشارجو هاد البرنامج هذا كيعطينا واحد الاضافه خصنا نضيفوها على المتصفح اللي كتستعمل. كتير اخر كاري كتستعمل جوجل كروم كتضغط على هاد الاضافه هذه واش غادي تضاف معاك لجوجل كروم. كنتي كتستعمل موزيلا تستعمل هادي اوبيرا هادي، وكاين بعد متصفحات اخرى هنايا ممكن تضيف عليهم. المهم حنا كنستعملو جوجل كروم، وكل اللي كيستعمل موزيلا انا دابا كنستعمل جوجل كروم. غادي نضغط على ديك غادي نضغط على داك الرابط وغادي يدينا العمسي لجوجل ديريكت كما كنشوفو. غادي يدخل بك هذاك الرابط هنا لجوجل، غتجي لها الاضافه هذه، ندخل في هاد الاضافة هادي اكستريم داونلود مانجر، مباشرة غادي دار ليك هنا غادي تلقى في هاد الاضافة هنا غادي تضغط عليها باش غادي تضاف معاك مباشرة المتصفح. انا ضغطت عليها من قبل كما كتشوفو، والاضافة هي هادي اللي كدار هنايا، هادي هي الاضافة. ودابا كيف ما كتشوفو الخوت غادي نجربوها دابا امامكم، غادي نشوف اي رابط، غادي نشوف شي رابط اللي غادي نشارجيه. غادي نشوف شي رابط وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نشارجو منه. هذا الرابط هذا نيت، غادي نضغطو اي ام نوت روبوت، غادي نضغط على كرييت داونلود لينك من هنا مباشرة. هنا غادي يعطينا كليك تو داونلود، هنا نضغط على الرابط ديال التحميل كيف ما كتشوفو مباشرة ها هو طلع لينا. هذا دابا هو هذا هو البرنامج ديال التحميل اللي هو هذا مباشرة. ديك الإضافة أي حاجة تدخل أي فيديو كتولي طالع عليك داونلود، دابا ضغطنا على الرابط كطلع عليك. فأنا كنظن أفضل من برنامج انترنت داونلود مانجر، وكنضغط على داونلود بحال هكا وكنتفضل حتى وكان كيتحمل، وعندو سرعة أخويا الكرام، عندو سرعة في التحميل ديال البرامج. أي برنامج كان تقيل ولا كدا كتسنى واحد شويه صافي هو كيتشارج معاه. وخاصيه اخرى تاني، ممكن الا عندك مثلا شي رابط وبغيتي تحمله، مثلا هنا دابا كليك تو داونلود، غنضغط على بيمين الماوس بحال هكا وغادي نمشيو لكوبي لينك ادريس هكا، وغادي ندخلو للبرنامج نيت هذاك البرنامج بحال هكا، وكتجي واحد الخاصيه هاد الفايل هادي وكتضيف كتضغط على اد يو ار ال، الا ضغطت عليها هنا كتضيف هذاك الرابط اللي نسخنا كيطلع عليك هنايا، وكتضغط على داونلود وغادي يتشارج معاك. هادي من جهة اخوة الكرام. غادي نمشيو دابا نجربو حتى غادي نجربو اليوتيوب، غنجربو اليوتيوب غادي نشوف نوريكم كيفاش غنجربو.
نعم كيف ما كتشوفوا هي هذه، هي طلعت معنا الايقونه ديال تحميل اي فيديو دخلتي ليه، الا غادي تطلع معاك تطلع لينا هذه الواجهه هذه ديال داونلود فيديو. ملي نحملوا هذا الفيديو كتبدا تطلع داونلود بحال هكا، وهنا كتحاول تختار بين الجودة ديال الفيديو اللي بغيتي. بسم الله، هنا 360 بيكسل، هنا 480 بيكسل، فقط كتختار الجودة بحال هكا وتضغط على داونلود ناو. وهذا الشيء اللي كان الخوت، والمهم في هذا الشيء كان الخوت، فالإضافة عن تجريب أفضل من البرامج ديال التحميل كاملة. هذه هي الإضافة مميزة على جميع البرامج ديال التحميل. ونتمنى اخوة الكرام نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.